سلام ونعمة المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. في رسالة روميا الرب بيعلمنا هكذا، بيقول كده: كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. وفي رسالة غلاطية بيقول الكتاب: وإذ حسبما لدينا فرصة فلنعمل الخير للجميع. يعني مدام قدامنا فرصة في الحياة، مدام قدامك دقيقة في عمرك، اعمل الخير للجميع. الكتاب المقدس لا يميز بين إنسان مسيحي وإنسان مسلم، إنسان مؤمن وإنسان غير مؤمن، إنسان صادق في حياته مع الله وإنسان غير صادق في حياته مع الله. أنا مسؤوليتي كبنت الله إني أعمل الخير للجميع مدام قدامي فرصة. فأنا النهاردة بشارك معكم الآيتين دول قبل ما أتكلم في موضوع الحلقة، علشان أفكركم أنتم أتباع المسيح المدعوين باسمه، الممثلين له، اللي عايشين له، إن دعوتكم، بفكركم إن دعوتكم من أساسياتها إنكم تعملوا الخير للجميع فعلا وقلبا، مهما كانت المضايقات والاضطهادات والأمور المزعجة اللي بنقابلها كأبناء الله، إذا كنا من أصول عائلات مسيحية أو من العابرين. الكلمة دي النهاردة تذكرة إن إحنا نظبط قلوبنا مع الله، أظبط قلبك قدام ربنا، لأن مضايقات العالم كثيرة وشريرة. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مزعج إنسانيا وروحيا وحيضايق ناس، وبيضايقنا لما نسمعه. فحضر قلبك كده إنك لا تنظر للمضطهد بغضب، ولكن لنرى الجميع من منظور محبة المسيح، من منظور احتياجهم إلى محبة المسيح أيضا، للشفاء كما شفانا يشفيهم أيضا. عنوان حلقة النهاردة هو واضطروهم إلى أضيق الطريق، ودي عبارة إسلامية مشهورة ومعروفة هنتكلم فيها بعد قليل. هنتكلم النهاردة عن الشروط العمرية. البعض بيقول عنها العهدة العمرية، لكن الفقهاء بيختلفوا في تسميتها، وفي اختلاف بين عهدة عمر مع أهل القدس والشروط اللي يقال إنه الناس اللي كتبوها على نفسهم في البلاد الأخرى اللي غزاها عمر. في اختلاف بين الاثنين، نبقى نشرحه في حلقة تانية لو احتاجنا، لكن احنا النهاردة هنركز على ما هو في داخل هذه الشروط. اتكلمنا كتير عن أوجه مختلفة للتمييز الإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين، من القرآن والسنة، من حياة محمد إلى الصحابة والخلفاء الراشدين وكل من تلاهم بعد كده في الأزمنة السابقة، وأيضا النهاردة حسب الشرع المعمول به في الدول الإسلامية اللي بيعيش فيها المسلمين مع غير المسلمين. هذه الشروط لم تنتهي، ولكنها أخذت أشكال أخرى، أو يعني يوضع بعضها جانبا، مثلا زي بناء الكنائس. يجي عصر يبقى في الخط الهميوني وفي يعني نظام إسلامي يقول لك لا، ما فيش بناء كنائس، ما فيش تصليح كنائس، ويعضد ده. ويجي عصر يبقى في بعض الانفتاح، مثلا يجي رئيس زي الرئيس السيسي يغير اللي عمله اللي قبله من عدم بناء الكنائس واضطهاد المسيحيين والكلام ده كله، لكن يعني إلى حين. ممكن يجي رئيس تاني بعده يعيدنا إلى هذه المنظومة الغريبة. ليه بقى؟ لأنه الأصل في التعليم الإسلامي فيما يتفق عليه الفقهاء، مش كده؟
احنا النهاردة ما زلنا نرى اثار هذا التعليم. النهاردة انا هعرض عليكم فيديو يورينا حقيقة الامر ده في قلب التعليم الاسلامي. سامحوني انا عندي برد، كل اسبوعين اقول لكم عندي برد، بس يعني هحاول اني ما كحش. فالشيخ اللي انا هقدمه لكم النهارده في الفيديو اللي جاي ده هو يعني مثل للناتج والرواسب الإسلامية عندما تتملك من شخص، يبقى شكله إيه ويبقى النتيجة إيه ويبقى فكره إيه ويبتدي منين وينتهي فين. الشيخ المتكلم هنا ده اسمه إبراهيم الروبيش، هتشوفوا صورته دلوقتي على الشاشة. إبراهيم الروبيش كان قيادي في القاعدة اللي هي تنظيم القاعدة، وكان أيضا مفتي التنظيم. بيقولوا أنه اشترك في الحرب في أفغانستان، يعني هو اتولد 1979، فبيقولوا أنه في الثمانينات اشترك في الحرب في أفغانستان، يعني كان عمره صغير جدا. لو كان يعني ده حقيقة يمكن يكون تواجد هناك، لكنه اشترك في الحرب في أفغانستان في مراحل كتيرة من عمره. قبض عليه الأمريكان وحطوه في سجن جوانتانامو، وأعتقد أنه اتسلم ليهم عن طريق باكستان. هو سعودي الجنسية، فأمريكا سلمته للسعودية وقدر يهرب من السعودية في سنة 2006، ورجع عاد بقى إلى الشر اللي كان عايشه بمراحل أكبر. في خلال الفترة من 2006 ل 2015 كمل شغله وحروبه وخططه يعني من داخل تنظيم القاعدة إلى أن قتل في 2015. من الحاجات المعروفة عنه أنه مثلا حاول أنه يقتل ولي العهد السعودي السابق اللي هو محمد بن نايف السعود، وفشل في ده، لكن استمر في عمله الإرهابي لحد ما مات وهو عمره 36 سنة. 36 سنة يعني ملحقش يعيش حياة، يعني مات شاب. يا ترى كان ليه أولاد؟ يا ترى قدر يعمل حاجة يسيبها ك يعني ميراث للأجيال القادمة؟ الراجل ده أمضى حياته، التزم الإسلام، وقضى حياته كلها كارها، قاتلا، خائنا، محرضا، ولكنه في كل ده لم يختلف عن محمد وصحابته ومصادرهم القرآنية. الناتج بتاع حياته في الآخر بنتكلم عن إرهابي كان على رأسه 5 مليون دولار من أمريكا، وحياته انتهت بالقتل، قتل وقتل في النهاية. الحقيقة أنا أسفة عليه كإنسان، وأسفة على كل من يتشبع بالفكر الإسلامي فيصبح هكذا. خلينا نشوف طريقة كلامه، الفيديو اللي هو بيعرضه علينا ده، لأنه كان بيعترض على أنه الناس ممكن يعني تعطي غير المسلمين في بلاد المسلمين فرصة لأنهم يعيشوا دينهم بحرية، أو يمشوا لابسين صليب، أو يعني هنسمع. وبيقول لنا أهمية في المقطع الصغير اللي جاي ده، بيقول لك أهمية أن ده الشروط العمرية اللي هنسمعها دي عمل المسلمين، سنة عمر، ونعمل بيها ايه بقى؟ نسمع منه. هذا عمل المسلمين وسنة عمر، ونحن مأمورون باتباع سنة عمر. طيب انا اريد ان اقرأ لكم شيئا من هذه الشروط، تمام؟ لتعلموا عزة الاسلام وذل المشركين والكافرين. كتب اهل الجزيرة الى عبد الرحمن بن غنم
إن حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمانة لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا. الآن هم وافقوا على هذه الشروط وشرطوا هذه الشروط على أنفسهم. شوف قبل بقى ما ندخل في الشروط أنا عايزاكم هعيد لكم الكلام اللي هو قاله. دي سنة عمر وإحنا مأمورين باتباع عمر. عمر لم يختلف عن محمد بل كان أكثر يعني إصرارا على الإرهاب من محمد نفسه. افتكروا الآية اللي نزلت إنه أنت ليه ما سمعتش كلام عمر بدل ما تاخد الأسرة، ما كان لنبي أن يكون له أسرة قبل أن يثخن في الأرض، مش كده؟ إله الإسلام يوافق مع شر عمر. فبيقول إحنا الشروط دي، الورقة اللي في إيدي دي، الصفحة اللي فيها ذل الناس دي عشان تتعلموا عزة الإسلام وذل الكافرين. غريب جدا إنه يعني بيقول إنه الناس دي عزتهم في ذل الآخرين. كيف لإنسان أن يفخر بأنه يذل البني آدمين؟ يعني الناس اللي كانوا بيستعبدوا البشر كانوا بيذلوا البشر، وده نوع من الاستعباد. يعني أي شخص في الدول الإسلامية يعلم أنه أقل كثيرا لو كان مسيحي لا ديني يهودي أيا كان، يعلم أنه أقل كثيرا وليس له حقوق، وإذا حد خبط ومات ديته مش زي المسلم، أو ملوش دية، أو لا يقتل مسلم بكافر، أو امرأة وحرة وعبدة. كل الاختلافات دي لما تيجي عند المسيحيين تبقى مضاعفة، بقى تبقى ليها أشكال أخرى. خليني أقرأ لكم قراءة سريعة لبعض هذه الشروط عشان هو بيقول لنا إيه، إنه الشروط دي كتبها الناس على أنفسهم. فأنا عايزاكم تسمعوا بعض أجزاء من الشروط دي وتقولوا لي أنتوا شايفين إن الناس دول كتبوا الشروط دي على أنفسهم. فبيقولوا كده، ده من أحكام أهل الذمة لابن القيم، بيقول كده: بيقول حدثني أبو شرحبيل الحمصي قال حدثني كذا وحدثني كذا، وإسماعيل ابن عياش وكل الناس اللي بيتكلم عنهم في المقدمة دي، بيقول لك بقى إيه، إن إحنا حين قدمنا بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا. أنت لما بيقول إن الناس كانوا بيقولوا له كده، أنت حين قدمت لبلادنا إحنا طلبنا منك الأمان لنفوسنا. ليه؟ عشان بيسمعوا عنهم ايه؟ علشان المسلمين لما بيدخلوا في بلاد بيعملوا فيها ايه؟ سؤال، حد يجاوب وانا اقول لك صح ولا غلط. اوكي. واهل ملتنا على ان شرطنا لك على انفسنا الا نحدث في مدينتنا كنيسه. من امتى المسيحيين بيقول لك احنا مش هنبني كنيسه؟ ازاي؟ ده لازم حد يقول له، اكتب قول كده مش كده، ولا فيما حولها الدير ولا قلايه ولا صومعه راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. هم اللي بيقولوا كده على نفسهم، ان هنا يعني احنا اخر جيل هنبقى مسيحيين مثلا، كلام غير معقول مش كده، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوا فيها الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ونأوي فيها ولا نأوي فيها ولا في منازلنا جاسوس، وهكذا. ويفضلوا باقي وألا ندق النواقيس إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا. إمتى شفنا ده بيحصل؟ سامحوني معلش. المهم، والعديد من الأمور اللي ممكن نتكلم فيها في خلال الحلقة. فاكرين فيلم الزوجة الثانية وهم كده بيجبروا شكري سرحان انه يطلق سعاد حسني، واقفين بقى ايه على دماغه
يقول لهم امضي، مش عايز يمضي ويعيط ومش عارف ايه، فبيمضي لانه متهدد، لانه لو ما مضاش هيموت هو ولا عياله، وهتتاخد هتتاخد. فانا المشهد بالنسبه لي بيقول انه دول لم يشرطوا على انفسهم، دول اتقال لهم بالتحديد احنا مش عايزين الخنازير بتاعتكم، فيقول لك طب مش هنحط خنازير جنب الاسواق بتاعتكم، مش عايزين نشوف الصلبان، طب مش هندخل الصلبان في مش عارف ايه، ما ندقوش، احنا مش عايزين اجراس الكنائس، يقول لك طب ماشي. مش عرف المسيحيين التفصيل ده اذا كان ده حقيقي. ايه اللي يجبر المسيحي او قادة المسيحيين في الوقت ده انهم يكتبوا العريضة اللي هم كاتبينها دي والشروط دي ويمضوا عليها الا سمعة الاسلام المرعبة؟ زي كده لما تسمع ان التتار جايين تعمل ايه؟ فاكرين بقى فيلم انا بتكلم على افلام كتير النهاردة، مش كان في فيلم شجرة الدر التتار جايين، واسلامه الناس بقى ترعبت، التتار جايين، التتار بيعملوا ايه؟ بيمسحوا الارض، بيقتلوا الناس ويسبوا الستات، قتل الرجال وسبي النساء والاطفال وحرق البلد ونهب يعني كل ممتلكات الناس والكلام ده كله. كيف يختلف التاريخ الإسلامي عن التتار؟ لا يختلف، هي هي البربرية، هي هي الروح، روح الشر وروح القتل. فعشان كده أرجع للنقطة بقى الأساسية، إنه ما فيش حاجة اسمها هم كتبوا كده على أنفسهم، لا، هم أجبروا على ده لأن سمعة الإسلام المرعبة كانت جاية، هتحصل هتحصل. وبعدين بقى الحاجات المهينة بقى اللي بعد كده، ما تقص شعرك ازاي وتمشي فين في الطريق والكلام ده كله، يعني ما فيش مسيحي يقول الكلام ده بالنفس وبالتفاصيل دي. انتم بالاثار اللي انتم بتسبوها دي بتدينوا انفسكم بانفسكم، لانه انسانيا وعقليا وتاريخيا غير مقبول. تاريخ الاسلام يشهد لي انه تاريخ بربري، تاريخ حرب، دماء، موت. اوكي، ليه بنقول ان الاسلام النهارده مازال يرى الغير من هذا المنظور؟ ليه؟ لانه اسمع، ما تسمع الفيديو اللي جاي ده، مش بس الشيخ ده اللي بيتكلم بالاسلوب ده، لا، ايضا هناك الكثيرين مثله ونتائجها موجودة على الأرض. اسمع. الشروط العمرية، هذه الشروط العمرية شروط كتبها عمر على النصارى، وهذه قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، طبعا هذا منقول من كتاب أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة لابن القيم، قال في آخرها: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. انتهى انتهى. ليه بنقول إن النهاردة لسه هناك نفس الفكر ونفس الأسلوب بتطبيقات أخرى كلما استطاعوا؟ ليه؟ لأنه حتى هو بيقول لك كتبها عمر، واحد يقول لك لا احنا اللي كتبناها على انفسنا، بس الحقيقه بتبان، هو كتبها عمر وقال له امضي، مش كده؟ كلهم كتبوا كده على نفسهم، مش كده؟ بس يقول لك ايه؟ قبلها العلماء، ذكروها في كتبهم، انفذها الخلفاء وعملوا بموجبها، انتهى، هو كده. ودي حقيقه. هكذا عمل المسيحيين واليهود والناس اللي يعني أينما وجد شخص يهودي مسيحي لا ديني كافر من منظور الإسلام، هكذا عمل يعني عبر التاريخ. ليه؟ لأن الأحكام دي يجب أنها تنفذ للحفاظ على الصورة الإسلامية يعني اللي فيها عظمة الإسلام، لأنه لا تبدو عظمة الإسلام إلا إذا أذل الآخرين.
لأنه ذل الناس عزة في الإسلام هكذا. يعني سمعتوه بيقول كده ولا لا؟ عزة الإسلام وذل الكفار. الكافر اللي انت بتقول عليه كافر ده عنده دين آخر يتبعه، مسيحي يهودي صيني بيعبد أجداده، هو عنده عقيدة وانت عندك عقيدة، واحنا نرى ان عقيدتك فاسدة برضو، لكن في بلادنا انت تعيش زي ما انت عايز لاننا نراك كإنسان. الإسلام لا يرى الإنسان إنسان، ولكنه دين طبقي بكل المقاييس. حد زعل مني عشان انا بقول الإسلام دين طبقي في حلقة او حلقتين فاتوا كده. نعم الإسلام دين طبقي، المرأة مش زي الراجل مش كده حسب الشرع، مش بس بقى ايه يعني مش في الميراث وال الحقوق والواجبات، لا هي المكانة عموما. ده انت عملتها حتى يعني كإنسانة هي مش زي الراجل. نو انت راجل انسان ودي ست انسانة، انتوا متساويين تماما، مختلفين بس متساويين حسب قلب الله، حسب فكر الله، حسب خليقة الله. لكن في الإسلام لا، هناك نقص دائما في طبقية في الإسلام والرجال في الإسلام، وبعدين بقى إيه جر بعد كده. نعم الإسلام دين طبقي بكل المقاييس، فعندما يحكم الإسلام فهو حكم غير عادل. عدل الإسلام مش عدل، دي ده يعني عدالة عورة بعين واحدة لا ترى إلا الفكر الإسلامي. كيف تعامل يعني حتى ما فيش في الإسلام قانون يضمن حقوق الـ الآخرين إنها تكون متساوية بحقوق المسلمين خالص. يعني انت تيجي تاخد بلد شخص، مفروض ان انت جاي تاخد البلد دي عشان تنشر فيها الاسلام مش كده؟ انت مش جاي تنشر الاسلام. محمد قال لكم روحوا هاتوا لنا خيرات مصر وهاتوا لنا الخيرات البلاد اللي حوالينا عشان الاسلام بدأ هكذا وسينتهي بسبب الاعمال الشريرة اللي قام بيها، قطع الطريق على القوافل إلى غزو البلاد المجاورة. فأنت تدخل للناس وتقول لهم إن الأرض دي بقت أرض الإسلام وإنتم دلوقتي ضيوف علينا، هتدفعوا لنا الجزية وإحنا ليه الجزية؟ عشان نحارب عنكم وإنتم ما تحاربوش. طب ما أنا حارب عن بلدي، دي بلدي. النهاردة الجيش المصري بقى يعني فتح عينيه شوية وشايف ان المسيحيين ممكن يبقوا واقفين في الجيش زيهم زي المسلمين، لكن كان في وقت ما كانش كده. انت تدفع الجزية بس، ولكن في نفس الوقت لان الاسلام والتعليم وهذا التعليم الشرير لا يموت، هناك البعض اللي بينادي انه الجزية لسه ما زالت ممكن تفرض على المسيحيين في مصر. يعني على رأي الحويني لما يقول هذا بله مش كده؟ في صيد الفوائد أنا جبت كده بيقولك إنه مثلا، خلينا الأول نشوف الفيديو ده عشان نتكلم على موضوع الكنائس. أوكي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تنشأ الكنائس والمعابد ودور عبادة المشركين التي يشرك فيها مع الله غيره في ديار الإسلام، ويشتد الإثم إذا كان ذلك في الجزيرة العربية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها لا يجتمع فيها دينان. يقولك في جزيرة العرب بالذات، لكن عموما العلماء بيجتمعوا على أنه بناء الكنائس ممكن يبقى جريمة كمان. يقول لك ايه؟ جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية، ده صيد الفوائد الموقع يعني الإسلامي الصحيح بقى، اوكي؟ واحد اسمه علوي ابن عبد القادر الثقاف كاتب كده.
دي هذه ورقات عن حرمة بناء الكنائس في جزيرة العرب دفعاني لكتابتها ما يتردد كثيرا هذه الأيام في المحافل والمؤتمرات وما يسمى منظمات الحقوق العالمية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الدعوة لبناء الكنائس في الجزيرة العربية يغيظهم كونها حرم الإسلام ومعقله وقاعدته الأولى وهكذا ويشتم بقى فيهم شوية. أوكي. وبيقول لك انه قاعد بقى يحدد جزيرة العرب دي تبقى قد ايه يعني يقول لك يحدها غربا بحر القلزم وهو المعروف الان باسم البحر الاحمر وجنوبا بحر العرب ويقول له بحر اليمن وشرقا الخليج العربي والتحديد من هذه الاتجاهات الثلاثة بالابحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء يعني المنطقة دي لا يمكن ان تبنى فيها كنيسة فيها مسيحيين فيها مسيحيين لكن مش مهم هم ليس لهم مكان ما دامت الأمور دي في أرض العرب ويدي بقى الأدلة إنه لا يمكن من بناء أو وجود كنائس في أرض الجزيرة العربية يقول كده حديث عن ابن عباس بيقول كده الحديث انه لا تكن قبلتان في بلد واحد وفي لفظ اخر يقول لك لا تصلح قبلتان في ارض واحده فيعني ده في تعميم شويه وبعدين حديث عن عائشه بيقول لك لا يترك بجزيره العرب دينان فلا يمكن انه يكون في جزيره العرب دينان اوكي طب انت مالك بقى ومال بلاد الناس اللي كان الدين الاصلي ليهم ممكن يكون الدين الأصلي الحرية مثلا مصر فيها فكرة كان فيها المسيحيين لكن كان فيها ناس بيعبدوا آلهة أخرى كان فيها نوع من الحرية في اختيار الديانات لكن المسيحية كانت فيها لها عمق كبير مش كده وفي دول أخرى فيها ناس لا دينيين اللي انتوا يعني لما رحتوا تغزو الصين عايز تغزي الصين والملايين اللي قتلت هناك عشان تغير ديانتهم عايز تنشر انشر افتكرت وانا بحضر الحلقه دي انه في كلام عن ازاي الرسل وصلوا الرساله فواحد كان بيتكلم على بولس فبيقول انه بولس كان لما يدخل مدينة كان يدخل الأسواق يسمع الناس بتتكلم على إيه يسمع حالتهم إيه يقدر يتواصل معاهم فيحكي لهم عن سبب الخلاص يربطهم بالإله الحقيقي اللي يعني يمكن أن يعينهم ويعرض اللي عنده ويقف الأسواق ويتكلم ويقف على أبواب المعابد اليهودية أو حتى المعابد الآلهة الأخرى ويتكلم عن حق المسيح فقط يتكلم ويتضرب لكن أنتوا تضربوا وتجبروا لأنه يعني الإيمان بالرعب فقط أن يجمع العلماء على حرمانية أنه الإنسان يجد مكان يتعبد فيه على فكرة المسيحي جماعته وكنيسته ممكن يعبد في أي حتة ممكن يصلي في أي حتة فلن تستطيعوا أنكم توقفوا الإيمان المسيحي لأنكم قررتوا أنكم هتهدموا الكنائس مثلا مش هتحصل لأنه الإيمان قلبي فكري ليه أيضا بنعطي تعطوا لأنفسكم الحق في الصلاة في شوارع الغرب مثلا نشوفكم فرشين في فرنسا أنظف شوارع فرنسا مفروشة على الأرض ولا اللي بيصلي قدام المتروهات ولا اللي بيوقف الأوتوبيسات ويصلي ولا اللي بيوقف القطر ويصلي ولا الترافيك ويصلي
ودي مش أرض مسلمين. ولا بقى الموضة الجديدة اللي بيطلعوا يقدنوا على الكباري، أشهر الكباري الموجودة في دول الغرب. الكوبري مش بتاع المسلمين، ولا الأرض دي أرضك. بتعمل كده ليه؟ لك الحق أن تأخذ حقوق الآخرين وتفرض نفسك عليهم. نفرح قوي بقى لما تقعدوا تحاربوا في الولايات الأمريكية أنكم تطلقوا الأذان وتصدعوا الناس اللي لا هي فاهمة أنتوا بتقولوا إيه، ولا الكلام ده يأثر، وأصلا ده كلام شيطاني ما بيجيش منه إلا كل يعني الأرواح الشريرة اللي حواليه، وعايزين تقعدوا تأدنوا في البتاع في الميكروفون وتحطوا القرآن في أماكن الناس بتحترم فيها الخصوصية. من أين لكم هذا الحق وأنتم أصلا تأخذون حقوق الآخرين؟ نشوف الفيديو اللي بعد كده. ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، مش يتآمروا على الإسلام والمسلمين في أرض الإسلام والمسلمين في كنائسهم ومعابدهم، لا. وألا نكتم غشا للمسلمين، ما في غش. وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا. الناقوس هذا ما يضرب، يسمعه المسلمون، لا، بدهم يضربوا جوا الكنائس، بيضربوا ضرب خفيف يسمعوه هم، فكيف بمن ينشئ لهم الكنائس والمعابد؟ هذا ذل ما بعده ذل. ولا نظهر عليها صليبا، ما في إظهار الصليب، فكيف يمكن البابا والمشركون من السير في الملاعب وغيرها وهم يظهرون الصليب ويعملون القداس في الهواء الطلق، وبينهم من المسلمين الجهال الذين ينخدعون بهذا. أنا ما شفتش البابا بيروح الملعب، ما عرفش يعني أنه بابا اللي هو بيشوفه ما شفتوش بيحكم مباراة كورة يعني، لكن ده سك. الغريب أنه المقطع ده بالذات حسيت أنه طب أنت بتجيب الكلام ده منين؟ ازاي الكتب حتى كده ان احنا مش هنفتح بيوتنا ولا كنايسنا لناس يكونوا جواسيس على المسلمين؟ طبعا طبيعه العصر اللي ده كان فيه بتقول انه كانوا المسلمين رايحين من بلد لبلد يعني بيفتحوا البلاد او بيغزوا البلاد اللي هم مقررين يغزوها. فطبعا بالتاكيد كان في ناس بتروح تتجسس على اللي بيحصل، انتوا جايين لنا هتطلع من مصر تروح اليمن، ولا طالع من مصر رايح السودان، ولا يعني كده تخيلي انا الشخصي يعني. لكن النهارده من تاريخ المسيحيين في العالم كله، يعني عرفت منين ان كنائس المسيحيين بيحصل فيها بيدخل فيها جواسيس ويقعدوا يعملوا زي يعني يعملوا يعني ايه بلاتس، يعني يخططوا ضد المسلمين. ده زي بالظبط الهوجة يعني، بص هو نفس الفكر ده ونفس الفم المتكلم ده، حطوا بقى في صورة تانية على كل الشيوخ اللي كانوا طالعين وقت مرسي وغيره وبعدهم، يقولوا لك إنه الأديورة فيها أسود وبيعذبوا فيها البنات ومليانة أسلحة وكلام من ده. لا أنت ولا عيلتك كلها حد فيكو راح شاف في كنيسة، ولا دخل دير، ولا شايف اللي بيحصل فيها إيه. داخل الكنائس المسيحية في العالم الإسلامي كله المسيحيين بيصلوا من أجل خلاص الجميع، المسيحيين بيصلوا من أجل المرضى جميعا، المسيحيين بيصلوا من أجل الجار وشركاء الوطن، المسيحيين بيصلوا من أجل الرؤساء، المسيحيين بيصلوا من أجل صلاح الأرض. احنا مأمورين بده في الكتاب المقدس، ومأمورين اننا نطيع السلطات. فبنعمل كده لانها طاعة لله، والصلاة هي اللي بتخلي الناس اللي حوالينا يشوفوا الله فينا.
الهدف عند المسيحي خير ليك. يعني ايه لا نقوي فيها جاسوسا دي؟ يقول لك مش يجوا يتامروا على المسلمين في كنائسهم ليل ازاي؟ وان يقول العباره الغريبه بقى في ارض الاسلام والمسلمين. فين ارض الاسلام؟ خليك في الجزيره العربيه. لكن انت جاي مصر مثلا وتقول دي ارض الاسلام، يعني ده تبجح. انك تاخذ أرض الناس بالعنوة وتجعلهم عبيد في مثابة العبيد، يعني أنت تركب حصان هو حصان، لا أنت يتحط لك يركب حمار ويركبه مقلوب، أو يتحط له يركبه من غير السرج اللي بيتحط عليه ده، لأنه الفكرة ذل الكافرين. وهنشوف دلوقتي وانت بتذل الكافرين ليه، مش كده؟ ايه هدف اذلال الكافرين في الفكر الاسلامي؟ وارجع اسال تاني، انت النهارده بتقول ان ده بيحصل في ارض المسلمين، دي مش ارضك اصلا. لكن الفكر الاسلامي خلى المسلم يمتلك، لانه الاقوى، لانه انتم الاعلون والكلام ده كله. الحقيقة انه لو بصينا في الغرب على جوامع الغرب كلها، وخاصة دلوقتي مثلا عندنا الحرب اللي قايمة بين اسرائيل وغزة، الجوامع النهاردة يخطط فيها ضد الحكومات اللي هم موجودين فيها، سواء كانت في امريكا ولا في فرنسا ولا في هنا ولا هنا، الجوامع يخطط فيها ذلك، الجوامع يوعظ فيها ضد الحكومات اللي هم موجودين فيها. دي مش من الأمانة ولا الاستقامة ولا الوطنية ولا أي حاجة. أنت عايش بتاكل من خير البلد وبتوعظ ضد البلد. في الجوامع اللي في الغرب كلها سرا وعلنا بتقول اللي أنت عايزه. وبعدين يقول لك المسيحيين لا يسمح لهم بالقراءة في الكنيسة لو تواجد فيها مسلم. شوف يعني شوف بقى التجبر. يعني مسلم يقرر كده، يعني ده ما كانش فيه ولا كلمه هتتقري في الكنيسه بقى. مسلم يقرر انا داخل بقى هقعد اقيل شويه في الكنيسه. لا يقدروا بقى يقروا الكتاب ولا يصلوا ولا اي حاجه، كله يقعد ساكت المسلم هنا. يعني انت شايف ان ده كبرياء وتجبر وعظمة؟ وهذه هي صفات إله الإسلام، ولكنها صفات مقيتة مقيتة. والفكر ده يعني وانت بتسمع كده الكلام ده، يعني ايه؟ تحس انها رزالة فكرية وأخلاقية. يعني انت بتترازل على الناس فكرا وأخلاقا، ما ينفعش يتقال غير كده. خليني يعني انا هقف عند الكلام في موضوع الشيخ ابراهيم روبيش والفيديو ده مره تانية. عايزه ارجع اقول ايه اللي استفاده الشيخ ابراهيم روبيش من الاسلام، الا انه اصبح اداه في يد الشيطان، وما زالت احاديثه النهارده الناس يعني الناس بتتفرج عليه. الفيديو ده على فكره منتشر دلوقتي. ليه منتشر دلوقتي؟ لان في ناس كتير موافقه على هذا الفكر، وهم عايزين عوده المجد الاسلامي. يعود المجد الاسلامي باذلال الاخرين، ولكن ليس هكذا هو قلب الله ابدا. هتشوفوا دلوقتي قلب الله للبشريه ليك. انا اسفه مره تانية ان راجل زي ده عاش حياته قتلا ومات مقتولا والى نهايه مظلمة. اتعظ، فكر، شغل عقلك. هل هذا إله يتبع؟ هل هذا فكر يتبع؟ ما تقوليش العهدة العمرية أو الشروط العمرية دي خلقة عمر، لا، هذا ناتج فكر إسلامي استلموا المسلمين من إله الإسلام ومحمد. ما زلنا نراه
يعمل يعني بقوة وعنف في الموضوع. أوكي؟ أرجع بقى للفيديو اللي جاي ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، هو عنوان الحلقة ومصدر من مصادر التفرقة والانفصالية، فهو حديث لمحمد، وهنسمع عدة تعليقات لشيوخ ونشوف عدة تعليقات لشيوخ. نشوف الفيديو اللي جاي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. طيب يقول ما المقصود فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ يعني لا تخلوا لهم الطريق يمرون، خلوهم يجون مع الطريق الضيق، وأنتم خذوا أغلب الطريق وأوسع الطريق. نعم. فأنتوا شايفين ده شيخ كويتي معروف طبعا، و هو بمنتهى البساطة يعني بيقول طب يعني إيه اضطروهم إلى أضيق الطريق. ساعات الناس بتسأل بتسأل الشيوخ على المواقع الإسلامية، فيقول لهم يعني إيه اضطروهم إلى أضيق الطريق؟ أليس في ذلك إذلال للآخرين مثلا؟ فيردوا عليهم ردود يعني يقول لك يعني شوية متغطية، ما تتجبرش على يعني ما تتكبرش على الله في أسئلتك، وإحنا لازم نقبل التعليم، ولكن أيضا ممكن من الممكن أن يكون ده حماية لهم حتى لا يقعوا في حفرة في وسط الطريق ويقفوا على كده. أوكي؟ لكن الواقع أنه الحديث بيبتدي بإيه؟ إذا قابلتوا اليهود والنصارى لا تبدأوهم بالسلام، فما تسلمش عليهم اصلا. فلما ما تسلمش عليهم انت لازم تحتقره، فلازم تزقه عشان يبقى ماشي في اضيق الطريق، لانه لازم تضايقه. ليه بقى لازم تضايقه؟ خلينا نشوف ايه بعض ردود شيوخ معاصرين النهارده. نشوف اللي جاي ده. ده الإمام ابن باز، ده لسه موجود على الموقع بتاعه، بيقول الحديث: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وبيقول إنه إيه الفرق بين ده وإزاي نحط ده مع ده، إنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. دي سورة الممتحنة. هذا ممكن وهذا ممكن، بيقول لك كده ده ممكن وده ممكن. ممكن يبرهم ويقسط اليهم اذا راى ذلك لفقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك يفعل بما قال النبي في اضطرارهم الى اضيق الطريق، والا يكون لهم وسط الطريق، تكون لهم حافات الطريق والمسلمين في وسطه. ممكن انت عايز تاكله، عايز تساعده، عايز تديله لقمه، ماشي، لكن يعني ده طبعا بعد دخول المسلمين بلاد هؤلاء وإفقارهم ويعني أخذ كل ممتلكاتهم، وبعد كده ممكن أدي لك إحسانات ولا لا، أنا حر ولكن لازم يعني أجبرك أنك تمشي على جانب الطريق. وبعدين يقول لك كده ده ممكن وده ممكن، ولا منافاة بين هذا وهذا، وأن يقسط إليهم ويحسن إليهم إذا كان محتاج أو فقير أو هكذا، ولكن هذا كله معناه مضايقتهم حتى يدخلوا في الإسلام إذا كانوا بين المسلمين. إذا عرفوا المضايقة من المسلمين وإنهم لم يبدأونهم بالسلام وإنهم يضطرونهم إلى أضيق الطريق، صار هذا من أعظم الأسباب في دخولهم الإسلام وتركهم الباطل الذي هو سبب إذلال المسلمين لهم وعدم بدلهم بالسلام إلى آخره. عقل مين يقولك إن هناك دين يقرر إنه إذلال الناس هو سبب إنه يغريهم إلى هذا الإله المذل؟ هو اسمه كده، هو المعز المذل، مش كده؟ يعز المسلمين ويذل الكفار. المسلم إنسان والكافر إنسان، الاثنين على الطريق إلى معرفة الله.
لكن من نظر إله الإسلام أنا عايز المسلم مسلم زي ما هو كده يرى نفسه أعظم من الكل. المسيح قال إنه اللي ينظر لنفسه ويشوف إنه هو أفضل من الكل هو خاسر، ملوش مكان، لأن الله يريد قلبك زي قلب الأطفال طالب مجد الله مش مجد نفسك. الإسلام يطلب كل المجد للأشخاص ولهذا الإله الكاذب. إزاي تغري ناس باتباع دين وهذا الدين هو في الحقيقة بقى دين يذلهم، يجعلهم غلاظ القلوب مش رحماء على بعضهم. نشوف بقى حقيقة شرح هذا الحديث في السلايد اللي جاي. بيقول لك كده الحديث هو الحديث صحيح، لا تبدأهم باليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروا إلى أضيق. أوكي؟ بيقول كده إنه النبي يعلم الناس مكارم الأخلاق ويعلمهم العزة والقوة مع حسن الخلق، وفي هذا الحديث ينهى النبي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام ولو كانوا ذميين، فضلا عن غيرهم من الكفار، لأن الابتداء به إعزاز وإكرام للمسلم عليه. لا يجوز إعزازهم ولا إكرامهم فليسوا من أهله. فاكرين لما كنا بنتكلم عن أنه الزوج المسلم لا يبدأ زوجته بالسلام المسيحية ولا يحبها؟ مش مفروض عليه كده؟ لأنها مسيحية، لأنها ذمية، لأنها أقل، فهي امرأة وأيضا ذمية كده. ولا يجوز مودتهم والتحبب إليهم. وبين بقى محمد إننا إذا لقينا أحدهم في الطريق فنضطروا أي نلجئوا إلى أضيق الطريق. وقيل من المعلوم إنه لم يكن من هدي النبي إنه إذا رأى الكافر ذهب يزاحمه في الطريق حتى يجعله في جانب الطريق، وما كان النبي يفعل هذا باليهود في المدينة، لكن هم هو كانوا عارفين إنهم لما يشوفوه لازم يبعدوا أو يؤذوا، مش كده؟ ولا كان الصحابة يفعلوا ذلك بعد فتوح الأمصار. وهذا يعني لا توسعوا لهم إذا قابلوكم إكراما لهم واحتراما فيكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، فالشارع قد أمر بتحقيرهم وعدم الالتفات إليهم والإعراض عنهم. ما الذي يغريني في دين مثل ده؟ والناتج النهاردة أنه المسلم يرى، لا يرى، مش يرى بقى أسحبها وأقول لا يرى، المسلم المتدين المتشبع بهذه الأفكار لا يرى شريكه في الوطن. ما تقوليش شريك وطن، يعني إيه شريك وطن؟ مش كده؟ كم شيخ طلع قال كده أيام وقت الحرية بقى والبحبحة في الكلام بالطريقة الإسلامية الصحيحة؟ لا يراك شريك وطن، ولكن يراك إنسان يجب أن يذل حتى يشعر هو بالفخر. وإنه السلام عشان تقول لحد سلام عليكم دي ده احترام وإجلال، فما تحترموش، خسارة فيه. فبقى ايه ينتج لنا النهاردة؟ ما تقولوش كل سنة وانت طيب، ما تعيدش عليه، ما تقولوش ربنا يرحم موتاكم ادخله الله الجنة، لا تترحم على موتى المسيحيين، الحاجات اللي احنا السلسلة من الهراء اللي طلع علينا بقى نضح بعد الثورة، كله طلع علشان بقى الميديا ما بقتش تكذب، بقت تطلع كل حاجة، مش كده؟ اللي كنا بنقوله لكم من بداية قناة الحياة كله أب بقى على الوش على ألسنة الشيوخ زي ما هم. بص السلايد اللي جاي ده، في السلايد اللي جاي انتوا شايفين داعش منعت أهالي الموصل من الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية،
في نفس الأسبوع محافظ كربلاء يمنع مظاهر الاحتفال برأس السنة يعني خشية المساس بقدسية مش عارف إيه. مين قالك إنك من حقك تمنع الاحتفال الناس عايز تحتفل برأس السنة بداية جديدة؟ أنت تمنعهم ليه؟ لأنك عندك سلطة. داعش زيها زي القاعدة زي إبراهيم الروبيش كان هيقول كده برضه. احتفال بأعياد رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس وأنت عندك بقى في الشروط العمرية أنهم ما يحتفلوش بأعيادهم ولا يحتفلوا بمواسمهم، ويقولك ولا حتى يبكوا على موتاهم، ما يطلعوش صوتهم هم بيبكوا على موتاهم. لا، المسيحي مش محتاج يطلع صوته عشان يبكي على موتاه. المسيحي عارف انه يسلم الامر لله ويثق في كرم الله مع اهله. أيضا بنكتشف أنه دي قاعدة كنت فاكرة أنها هتعدي بس مش معدية. أوكي، خليني أروح للكلمة الأخيرة. حاجة من الحاجات اللي كانت مهمة عند إبراهيم الروبيش إنه يقول كده، إنه سامحوني، يقول إنه ما تسمحش للمسيحيين إن هم يتكلموا عن دينهم علشان المسلمين ما يتخدعوش وإنه ويفتكروا إن دول على دين صحيح وإن ده غش للمسلمين وإن المسيحية نسخت والكلام ده كله. يخاف المسلم من إعلان حق الله، أو يخاف الإسلام الفكر عموما المنظومة من إعلان حق الله في وسط الناس بانفتاح كده، زي ما كنت بقول إزاي بولس وبطرس ومرقس ويوحنا أعلنوا كلمة الله في وسط الجميع، لأن كلمة الله حية وفعالة وأقوى من أي سيف ذو حدين، فسيفك لا يقف أمام كلمة الله. فعشان كده عايز يمنع ده. في تضارب كبير في تعاليم الإسلام وتضارب بينه وبين حتى الأخلاق الإنسانية المتعارف عليها، فما بالك قوانين الله الحقيقي القدوس. أنا وأنا ببص للموضوع كده بكامله شفت إنه الحقيقة مصدره في فكر الشيطان، مصدر يعني عايز يضرب في قلب التعليم الكتابي الحقيقي. شفت إن التضييق على نفس الإنسان وإجباره على حالة من الذل وعدم الرجاء وبعد كده يدعو للإسلام بعد ما تزله وعايز يدعوه للإسلام. فوجدت أنه كل اللي أنا قلته سابقا ده، كل اللي أنا قدمته لكم النهاردة بيورينا حاجات كتير، أن ده هو طريق الشيطان. طريق الشيطان هو اليأس والخوف والإذلال، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، وإنه هو أيضا الباب الذي ندخل منه به إلى محضر الله. أحيانا نجاتنا تكون في وسط الضيق، لكن أذكركم إن الضيق ينشئ صبرا، وإن الاضطهاد يولد صلوات لينا وليكم، وإن العداوة تولد محبة في قلوبنا ليكم، وإن الخوف ليس له مكان في قلوب أبناء الله، لأن المحبة الحقيقية تخرج الخوف خارجا.
اذكروا مسيحيين الماضي العهد المظلم صبروا في محبة الله في المسيح وقاوموا الشر بالخير وبقيوا شهادة لعمل الله إلى اليوم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.